مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا، أهلا بكم من مدينة الكرم وتحديدا من وسط البلد. نرحب بكم في هذه الجولة من جولات الأسواق التي تأتي في ظل اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الكرم، وتحديدا الذي شهدت يعني فيه المدينة يوم أمس انقطاعا لساعات طويلة تجاوزت 12 ساعة. تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون وضجر واستياء من هذه الأزمة التي تتفاقم عاما بعد عام. أيضا هنالك تساؤل عن إمكانية الحل في الفترة المقبلة ومخاوف من تكرار ما حصل بالأمس، يعني وكانت البلدية قد أوضحت أن الانقطاع الطويل يوم أمس كان خارجا عن إرادتها، لأنه من الجانب الإسرائيلي الذي حدد الموعد لساعة معينة ولكنه لم يلتزم به، ولكن ما حصل يوم أمس يعني أجج الاستياء والتساؤلات من جديد حول مسألة أزمة الكهرباء بشكل عام في محافظة الكرم. في هذه النافذة نتحدث مع عدد من المواطنين، نستطلع آراءهم. يعطيك العافية، تعرف بحضرتك. إذن اليوم هنالك يعني تواصل لوجود التيار الكهربائي، ولكن مع انقطاعات خفيفة أو رمشات كما يسميها المواطنون للكهرباء. بالأمس كانت بلدية الكرم قد أطلقت مناشدة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء لغرض يعني تخفيف الأحمال والضغط، خاصة في هذه الأجواء الحارة التي تشهدها المدينة. نتواجد الآن في شارع باريس تحديدا، وهو من الشوارع الحيوية في المدينة، والتي عادة ما تشهد طيلة فترة النهار حركة دائمة للمواطنين. يعطيك العافية، كيف الحال؟ يعطيك العافية، كيف الحال؟ الحمد لله. عرفنا بحضرتك. مرهف كنعان. مرهف كنعان. هون مكان شغلك يوميا ولا بتتنقل؟ يوميا. يوميا. احنا بنحكي عن وضع الكرم في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر. من خلال تواجدك في السوق، كون امبارح كانت يعني الكهرباء منقطعة لساعات طويلة، قدرت تضل في المكان؟ والله بقيت كل شوي ابعد من هون عشان صوت المطارات، اربع مطارات بيناتي. اندوشنا من المطار. ما قدرت انك تغير مكانك تروح مثلا لمنطقة أخرى؟ لا، وين نروح يعني؟ فيش مكان أروح عليه ثاني. كيف حسيت تأثر السوق بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة؟ يعني أنت شايف المحل؟ الدنيا نار، شو بك فيها؟ شو اندوشت، وقلت لها اندوشت. نار. بدك تحكي؟ لا لا. يعطيك ألف عافية. طبعا يعني كانت من الأشياء التي تداولها الناس بالأمس في مدينة الكرم هي مقاطع توثق الصوت العالي لاستخدام المولدات أو المطورات في البلد لتشغيل المحلات للاستعاضة عن الكهرباء من البلدية. يعطيك العافية، احكي معك دقيقتين. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين.
احنا عاملين جولة بالسوق، بنرصد الأوضاع بشكل عام وبنحكي كونها يعني في ظل أزمة انقطاع الكهرباء اللي امبارح كانت صعبة، حضرتك بهذا المحل؟ صحيح صحيح. والله يعني امبارح الوضع كان سيء جدا 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 لدرجة انه الواحد بطل يتحمل حاله. يعني كيف بدي اقول لك، امبارح جوز 150 شيكل عبينا سولار للمطور، والمطور بكمش بمحل، يعني ما هي كافية للمحل. والناس هجت، يعني كان امبارح في سوق، كان امبارح في حركة كثير قوية. لما شافوا الناس في قطع كهرباء، شافوا الناس مش متحمله بعضها، حملت حالها وهجت، اللي راح نابلس، اللي راح جنين، يعني دمروا اقتصاد البلد امبارح. وهي اليوم يعني فيش حركه خفيفه جدا، يعني دمروا الوضع كلياته، ما ضلش شيء. فعليا هاي المطارات اللي بتستخدموها كم ساعه ممكن تعوض؟ تعوض 3 ساعات ساعتين، يعني قطع كهرباء عادي، شيء بطيء. يعني المطار امبارح بطل يشتغل، بعد 4 5 ساعات بطل يشتغل عندي، خرب، لانه بتحملش يضوا محل كامل، يضوا اقل ما فيها هواء، يضوا فيها ضوء على الفاضي، ما زبط، يعني ما اعطاش شيء منيح. طبعا كانت هي ساعات طويله فيها الانقطاع امبارح، ولكن البلديه قالت بانه كان خارج عن سيطرتها وعن ادارتها حتى، لانه كان من الجانب الاسرائيلي. البلديه هي مسؤوله، احنا بندفع لها، احنا قبل ما نروح نشحن كرت بيقولوا لنا ادفعوا الدفع مسبق، بروح ندفع مسبق، بس على الفاضي. كهرباء هي المسؤوله عن كل البلد، يعني ما تعطيش لعمارات جديده تبني، ما يمدولهاش كهرباء، ما دام فيش كهرباء كافيه ما يمدولها، يعني خلص نضل على ما هو علينا، نوفر برضه. احنا يعني احنا بلا مؤاخذه، احنا شعب بنحب انه نشغل كل شيء، بنحب نعمل كل شيء، وفروا وارشدوا شوي اكل ما فيها، عشان الدنيا عيد، ما يقطعوش عن البلد، يقطعوا عن الضواحي شوي صغيره، يوزعوا احمال. امبارح كان في مناشده من البلديه لتخفيف الاحمال، طفوا الاجهزه والمكيفات وهي. طب ما هو الجو اصلا، احنا طول كرم على البحر رطوبه، يعني الواحد مش متحمل حاله، يخرج قطع كهرباء وقطع هذا، والله العظيم امبارح الواحد صار يغير اوعي 4 5 مرات، صار على الفاضي يطلع من الحمام وعرق، كل شيء تعب والله. كيف الوضع اليوم في السوق؟ الكهرباء مش موجوده، الكهرباء بتطفي وبتضوي، بتطفي وبتضوي، يعني من الصبح لها صارت قاطعه 5 6 مرات رامشه، بتضوي بتطفي، بتضوي بتطفي، كله هذا بيخرب عندنا مكيفات وبيخرب عندنا 1000 شغله وشغله. يعني امبارح المكيف هذا اللي بالمحل تحت عندنا بطل يشتغل بالليل، يعني لما رجع الكهرباء بطل يشتغل، ما فيش شيء. يعطيك الف عافيه يا رب. تحدث صاحب هذا المحل عن الحلول الداعمة أو المؤقتة لمشكلة انقطاع الكهرباء بالاعتماد على المواتير التي تستخدم المحروقات، ولكنه كما تحدث يعني هي لا تفي بالغرض لساعات طويلة، هي يمكن أن تدعم لفترة مؤقتة خلال اليوم، لكن ما حصل امبارح كان يعني خارج سيطرة الجميع. هيك اقطع قفاش هذا ويمي. إذن كما نشاهد يعني في هذه الأثناء الحركة داخل السوق إجمالا، ربما هي للسيارات أكثر من المشاة تبعا لحالة الجو، هنالك ارتفاع اليوم على درجات الحرارة سيستمر لبضعة أيام، والناس تتخوف يعني من عودة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في ظل هذه الأجواء. يعطيك العافية. نحكي دقيقتين. كيف الحال؟ احنا عاملين جولة في السوق، بنحكي عن الوضع وبنحكي كمان عن مشكلة الكهرباء اللي تسببت لأصحاب المحلات يعني بضرر. حضرتك هون بتشتغل مكان شغلك؟ صحيح، أسواق الصوالح التجارية. كيف كان امبارح أو بالأيام المشابهة؟ طبعاً والله كان جداً سيء، لأنه يعني خلينا نحكي 50% من نسبة الناس اللي كانت نازلة على السوق طبعاً شردت من قطعة الكهرباء
ومن طبعا الدنيا شو ابو حم زي ما احنا عارفين. وكمان يعني قطعة الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات برضو يعني أثرت سلبي على الحركة التجارية في السوق امبارح، بالإضافة لأنه بعض المحلات ما بتقدر تركب مثلا مواتير أو تشغل ماتورات، فهذا الإشي يعني عمل عكسي. فلذلك كان يوم قديش فعليا بيأثر على تواجد الناس من خارج طول كرم داخل المدينة؟ والله بيأثر كتير، يعني تقريبا نسبة 50%. بعدين احنا عنا عرب الداخل مثلا كانوا يعني متدمرين ومتضايقين جدا من اللي كان امبارح الحاصل. يعني يدخل الواحد مثلا على هذه الدخلة بده يفوت على المحل، طبعا احنا عنا ماتور هون، اصوات المواتير والشوب الكتير اللي كان موجود، خلص الواحد فرفت روحه ويطلع. فهذا الاشي كان جدا سيء، وهذه للأسف المحافظة بتعاني من هذه المشكلة يعني من فترة طويلة. وبنناشد المسؤولين طبعا والقائمين على مثلا زي سيادة المحافظ، قائد المنطقة، رئيس الوزراء، سيد الرئيس، انهم يعني لاقوا حل لهذه المشكلة، لانه حقيقة الناس بتعاني كثير منها. ايضا اللي عندهم مثلا امور تتعلق بسوبر ماركت، قطاع اللحوم، تأثروا وخسروا وتضرروا اكيد طبعا. هو الحلول مطروحة، في أكثر من حل مطروح ولكن ما تنفذ أي حل لغاية الآن، ولكن البلدية بتقول إنه ممكن خلال شهرين ثلاثة يكون في حل. والله شوف، إحنا إلنا سنين بنسمع بهذا الحكي حقيقة، يعني منذ سنوات ومحافظة طول كرم بتعاني من هذه المشكلة، وإحنا بنسمع هذا الحكي وما في أي نتيجة، لكن إحنا بنتأمل خير إن شاء الله. يعني 100% هم مرهونين في مصداقيتهم، ان شاء الله مع الوقت بيثبتوا انه هذا الشيء، ان شاء الله انها بتنحل. يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه. كيف الحال؟ يا هلا يا مرحب. اهلا فيك. حضرتك مارق من السوق ولا بتشتغل هون؟ انا مارق من السوق، انا من قريه طرعان. حياك الله. تيجي بالعادة على طول كرم؟ والله يا باشا عند دكتور اسنان وهيك بنحب نيجي نتسوق ونحب اجواء طول كرم. كيف شايف الحركة في السوق؟ كيف الأوضاع؟ الحمد لله الوضع مليح 100%، ممتاز. سبق واجيت على طول كرم والكهرباء مقطوعة؟ كثير كثير، أنا جيت كثير، أنا إلي عمر كل عمر وأنا باجي على نابلس وعلى جنين وعلى طول كرم، وإحنا بنحب أهل الضفة والقطاع كلياته. حياك الله حياك الله. بس لما تيجي على طول كرم بقصد التسوق مثلا او لحتى يعني تقضي بعض الامور، قديش هذا الحكي بياثر على الناس اللي بتيجي من برا المحافظه انقطاع الكهرباء؟ كثير كثير بياثر، يعني لما الناس فيش مكيفات، فيش عندنا هاي الحم والمحلات والناس كلياتها فايته بضغط اكيد. ان شاء الله بتصير تيجي قريبا والمشكله محلوله ان شاء الله رب العالمين. يعطيك الف عافيه. اهلا خير. وانت بالف خير يا رب، ينعاد عليك بصحه وسلامه. يعطيك العافيه. تفضل. موضوع الكهرباء. طيب تمام. بالنسبه لموضوع الكهرباء، احنا وكاله جي ميديا مباشر على الفيسبوك، اذا معك. بالنسبه لموضوع الكهرباء عندت عليك كبير. احنا هون اصحاب المحلات تمام، لما تروح تشحن الكهرباء بيشحنوا لك، بس اذا في عليك ضريبه حرف وصناعات بيقطع الكهرباء عنك، ما بيسمح لك تشحن الكهرباء، وهيك هيك سياسه البلديه. طيب تمام ماشي، ندفع على الضريبه فيش عندنا مشكله. بعدين خدمات سيئه جدا، هذا الخط بالذات هون في مجمع عبد الخالق دائما بتقطع علينا من عدا البلد كليتها. نتصل عليهم، مسؤول الحرف والصناعات في البلديه زلمه محترم جدا، ولو انه مش محترم نص محلات البلد قاطع عليها الكهرباء بس لاجل موضوع الضريبه هذا. طيب انتم بتاخذوا ضرائب، طيب عارف مشكله الكهرباء؟ طيب بلاش رئيس الوزراء يعمل اجتماع، لا اجتماع الوزراء اللي بيعملوه دائما اللي بيعملوه بشكل دوري، يعملوا بطول كرم يعملوا اجتماع بالعتمه والظلام بدون مكيفات، شو بتحملوا ولا بتحملوش؟ اذا بتحمل يكمل الاجتماع او لا؟ حلوا هالمشكله وخلصونا، المشكله مؤرقه جدا والناس بطلت تتحمل. تكون ماشي بالليل اذا انت بس من ستر ربنا يا تدعسك سياره يا لا بكون شايفك او مش شايفك، بس عتمه بكون عتمه. حلو هالمشكله، اجتماع رئاسه الوزراء يعملوا شكل دوري في طول كرم عشان تنحل المشكله، يعملوا على العتمه بدون كهرباء بدون مكيف، شو بتحملوا ولا لا؟ بعدين في كمان نقطه مهمه جدا وهي انشروها، مستشار رئيس الوزراء من طول كرم
وانتخبوه الناس في انتخابات الاقليم لانه شخص محترم واعي وعارف شو احتياجات المدينه. انت مستشار رئيس الوزراء، يعني يوم يوم مع رئيس الوزراء، حل هالمشكله، شد على الموضوع، ضلك اضغط بس عشان تحله. الناس وثقت فيك وانتخاباتك في الاقليم وجاب على اصوات، والزلمه الناس بتحبه السيد عصام القاسم، حل هالمشكله وخلصنا معاناه مش طبيعيه. وشكرا. ذلك اكثر من حل يعني مطروح لحل مشكله ازمه الكهرباء في طول كرم، ولكن هنالك العديد من المعرقلات، منها مثلا عدم سماح الاحتلال، يعني كان يعطل مسألة مد الخط من محطة سرة لطول كرم. هذا اللي بتقوله البلدية حاليا. احنا اليوم كنا في مقابلة مع رئيس البلدية وتحدث عن حل مرتقب خلال الأشهر القادمة. ما تردي، لأنه اللي أعلم أنه اللي هو رئيس الوزراء قال بخطابه في المحافظة هون في جامعة خضوري عفوا، وكان المحافظ قاعد جنبه، حكى له ما بتعدى شهر 12 اللي هي من موضوع الكهرباء محلول. هذا حكي 2019 2021 صرنا والمشكلة ما انحلت. طب ليش فينا بنستقطعش موضوع الكهرباء هذا؟ لو انه في الخليل بتصير انتفاضة بتصير، ما عملوا مشكلة بالصبح بيحلوه. حلوا هالمشكلة، الناس زهكت، الناس كرفت، طب انه يصير اشي كبير عشان تحلوا المشكلة. الدفاع المدني رايح جاي على الاسانسيرات في العمارات بطول الناس من جواتها، بيرضي مين هذا الحكي؟ بيرضي مين؟ رئيس الوزراء يعمل اجتماعاتهم مع العتمة وفي الظلام وبدون مكيفات هون في طول كرم، بلكي حسوا فينا، بلكي انحلت. يعطيك الف عافية، بالتوفيق لك، الله يسلمك يا رب، تسلم. إذا مشاهدينا يعني بهذه الرسالة نختم، هي رسالة وجهها هذا المواطن لكل أصحاب الاختصاص للضغط باتجاه حل هذه الأزمة التي تواجه العديد من المعرقلات أساسا في حلها منذ عدة سنوات. يعني كما ذكر اليوم رئيس البلدية المهندس محمد أبو يعقوب، فإن البلدية ربما تكون على موعد فعلا مع حل حقيقي أو خطوة باتجاه يعني التخلص من هذه الأزمة أو وضع حد لها، والتي تعيشها مدينة طول كرم منذ حوالي 12 عاما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في مدينة طول كرم، نشكركم على طيب المتابعة.